اهلا ومرحبا بمشاهدين برنامجنا الاعزاء. حابب ارحب بكم في ثاني حلقات برنامج ملفات سريه. معكم احمد عبد الرحيم، باحث حر في مجال الصحه النفسيه ومقدم برنامج ملفات سريه. طبعا في بدايه حلقتنا حابب افكركم بالحلقه السابقه، واتكلمنا فيها عن الادمان والاضطرابات الادمانيه، واتكلمنا على الانتهاكات النفسيه اللي بتحصل للمريض في صغره، وشاورنا كده في الحلقه السابقه سريعا عن التشخيص المزدوج وازاي بيجي لنا حالات فيها اضطراب نفسي مصاحب للادمان. وكان طبعا لازم نشاور على الحته دي باستفاضه شويه، فحبينا النهارده نتكلم فيها اكتر، ومن خلال الابحاث والدراسات اللي عملناها ومن خلال المراجع اكتشفنا ان بنقابل حالات او بتجي لنا حالات تشخيص مزدوج، وده ناتج عن الادمان. في مراجع قالت ان ممكن الادمان يصحبه بعد كده مرض نفسي او اضطراب نفسي، وفي مراجع تانية قالت ان الادمان ممكن يصحبه مرض نفسي او النفسي ممكن يجي بعديه ادمان. فاحنا النهاردة عايزين نتكلم اكتر ونناقش اكتر ايه الحل في الاضطرابات النفسية، وازاي نشخص الاضطراب النفسي، وهنتكلم اكتر انا وضيوف الاعزاء في الجزئية ديت. وحابب بس ارحب بضيوفنا في الحلقة ديت. معانا الاستاذ احمد علي، مشير الادمان. ممكن تعرف نفسك؟ اهلا وسهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. انا مشير علاج ادمان، متخصص في علاج الادمان. واللي حضرتك بتقوله ده كلام محترم جدا وكلام مظبوط. هي دي فعلا الفتره دي بنقابل المشكله دي كتير جدا. من سنين قديمه شويه كان صعب نلاقي تشخيص مزدوج او كان قليل، لكن الفتره دي فعلا التشخيص المزدوج ظهر بشكل كبير، بنقابله كتير جدا. وهو فعلا موضوع مهم جدا والناس محتاجه تفهمه، محتاجه تفهم يعني ايه تشخيص مزدوج، محتاجه تفهم هي المخدرات تؤدي الى ايه بالظبط، والمشاكل اللي احنا بنواجهها في علاج مريض الادمان صاحب التشخيص المزدوج. طبعا احنا استاذ احمد علي كان موجود معانا في الحلقه السابقه، وعرفنا في الحلقه اللي فاتت يعني ايه مشير ادمان، عشان معظم الناس تبقى فاهمه ايه دور المشير في العلاج او في رحله العلاج مع المريض. اهلا وسهلا بيك، وشرف ليا ظهوري للمره الثانيه مع حضرتك. شرف لينا يا باشا. ومعانا النهارده الضيف العزيز الاستاذ الدكتور علي رزق، نائب مدير مركز حياه افضل للطب النفسي وعلاج الادمان. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ احمد. انا دكتور علي رزق، نائب مدير مركز حياه افضل للطب النفسي وعلاج الادمان. تعليقا بس على الجزئيه بتاعه التشخيص المزدوج، بدايه من المريض اللي بيجي بيكون عنده ادمان لنوع معين من المخدرات عموما، بيكون مصحوب باضطرابات نفسيه، سواء بقى هلاوس سمعيه او هلاوس بصريه او مجموعه من الاعراض الذهنيه زي الاوهام، زي الضلالات، تجاوزا بقى للمشاكل اللي بتحصل على مستوى المزاج عموما يعني للمريض ده. بناء عليه بنبدا نشخص المريض ده انه تشخيص مزدوج. مع الوقت بنبدا ندي المريض ادويه، ونبدا نحدد ازاي نبدا معاه خطه علاجيه اصلا. وده بيتم عن طريق الطبيب الموجود او الطبيب النفسي والاخصائيه النفسيه والمعالجين عموما في المجال. طب يا دكتور، يعني احنا النهارده يعني لما راجعنا المراجع والابحاث اكتشفنا حاجتين. في مراجع كانت بتقول لنا ان ممكن المريض النفسي او اللي عنده اضطراب نفسي بعدها بشويه بيجي له حاله من الادمان او بيبتدي يدخل في الادمان، ودوت نتيجه انه ظاهر له شويه عيوب في الشخصيه وعنده اضطرابات نفسيه هو عايز يغطيها بالمخدر، او عايز يهرب من المشاعر السلبيه والعيوب اللي عنده بالمخدر. ومراجع تانية قالت لنا العكس، قالت لنا انه ممكن يكون مدمن مخدرات او نوع معين، بعد فتره يتحول لشخصيه مزدوجه او مريض مزدوج ويدخل في حاله من الاضطرابات النفسيه. طب احنا الفتره دي بنشوف الكلام ده اكتر من قبل كده؟ قبل كده كان الموضوع مثلا ممكن يكون 10 15% بس موجود. دلوقتي بنقابل فوق ال 90% من الحالات اللي بتيجي تشخيص مزدوج نتيجه لانواع المخدرات المستحدثه اللي موجوده اصلا في على الساحه او في السوق اليومين دول اصلا. منها مخدرات متعارف عليها ومنها اللي مش متعارف عليه. مخدرات طبعا زي الكريستال ميس او الايس او الشاب كلهم واحد، او مخدرات اللي تاثيرها دايما بيكون على المواد الكيميائيه الموجوده في المخ، زي الحشيش، زي الايس، زي الباودر، اي نوع من انواع المخدرات اللي بتعمل اضطرابات على مستوى المزاج او على مستوى المواد الكيميائيه الموجوده في المخ. تمام يا دكتور.
طيب كنا عايزين بس كده يا استاذ احمد نعرف الناس هو يعني ايه اصلا تشخيص مزدوج؟ ايه معنى كلمة تشخيص مزدوج؟ التشخيص المزدوج هو المريض عنده اضطرابين مختلفين عن بعض او مرضين نفسيين مختلفين عن بعض، بيكون الاضطرابات او المرضين دول منفصلين انفصال تام، غالبا كل واحد فيهم بيكون متعارض شوية مع التاني، يعني يكون مريض اكتئاب ومتعاطي مواد مخدرة مريض فصام متعاطي مواد مخدرة، بيكون عندي تشخيص إدمان ده لوحده، وعندي تشخيص اضطراب نفسي تاني ده لوحده، والاتنين في مريض واحد. فعشان كده اتسمى باسم التشخيص المزدوج، هي كلمة المزدوج مقصود بيها ان هما مرضين لشخص واحد. تمام، في عند حضرتك يا دكتور اي تعريف تاني للتشخيص المزدوج نقدر نكمل؟ هو زي ما استاذ احمد قال طبعا، هو تشخيص بيكون بيصاحب فيه تعاطي المواد المخدرة، اضطرابات نفسية، ده توتالي التعريف بتاعه. طب احنا كانت بتقابلنا دايما مشكلة كده مع الاهالي او الناس اللي بتسألنا على صفحاتنا، هو انا النهاردة لو ابني او بنتي او اخويا او ابويا وديته يتعالج في مستشفى او في اي مكان، وبعد كده فوجئت من الدكتور ان هو بيشخص الحالة تشخيص مزدوج، فدايما كانوا بيسألوا طب هو هينفع يتعالج؟ هل المده العلاجيه للتشخيص المزدوج هي نفس المده العلاجيه لمريض الادمان؟ هل بعد فتره معينه ينفع يرجع يكون شخص نورمال او طبيعي بنفس المده العلاجيه بتاعه المدمن، ولا بتبقى اطول شويه في المريض المزدوج؟ بص، هي بتختلف عموما يعني على حسب الاعراض النفسيه اللي موجوده. بنبدا معاه بادويه زي ما قلت لك في الاول، يعني الادويه دي من دورها ان هي تعمل ستيبل للحاله، ونبدا نسيطر على الاعراض النفسيه اللي موجوده او الاعراض الذهنيه عموما. على حسب استقرار حاله المريض بنبدا نحدد مدته العلاجيه. بنبقى شغالين في طريقين اتنين، طريق ان احنا نهدي الاعراض النفسيه اللي موجوده عند المريض، وفي نفس الوقت نبدا معاه تاهيل عشان نبدا نحل المشكله التانيه اللي موجوده اللي هي الادمان نفسه. تمام. تعقيبا، انا اسف للمداخله، تعقيبا على كلام دكتور علي، هو احنا عندنا هنا مشكله مع الاهل. انا بما ان حضرتك سالت السؤال دوت، مشكله في الوعي غالبا استاذ احمد، الاهل بتوصل. طيب هستاذنك اخد من حضرتك الاجابه، بس عندنا مداخله تليفونيه. اتفضل استاذه هاله. اتفضلي. الو استاذه هاله. الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك. ممكن اسال الدكتور ايه اكتر يعني ممكن تعلي صوتك معلش شويه؟ ايه اكتر نوع خطير فيهم؟ اخطر ايه؟ هو اخطر نوع في انواع المخدرات ولا في الاضطرابات النفسيه؟ الاضطرابات النفسيه. طيب الاستاذه سؤالها دكتور لحضرتك، شكرا يا استاذه هاله. السؤال بتاع استاذه هاله، ايه اخطر انواع الاضطرابات النفسيه المصاحبه لمريض الادمان؟ اخطر نوع من انواع الاضطرابات النفسيه الاضطرابات اللي بتكون مصاحبه للمواد المستحدثه، بالذات اللي بقى متعارف عليها في السوق حديثا. يعني عندي اضطرابات نفسيه زي الضلالات، الشخص بيبقى مقتنع ومعتقد في الفكره دي ومش تقدر تغيرها له غير عن طريق ادويه نفسيه. ده نوع. في نوع تاني اللي بيكون عنده ضلالات مراقبه واضطهاد وشك دايما في كل الناس اللي حواليه، ودي طبعا بتؤدي لجرائم كتيره موجوده على الساحه في الفتره اللي فاتت، لاحظنا كتير بسبب تعاطي نوع من انواع المخدرات معين. يعني الناس بتبدا تشك في بيتها، بتشك في اولادها، بتشك في جيرانها. ده طبيعة أصلا المرض، وده من أخطر الحاجات اللي موجودة دلوقتي، الاضطرابات الخاصة بالضلالات المراقبة والاضطهاد. تمام، أسفين يا أستاذ أحمد، ممكن تكمل كلامك. الأهل عشان توصل نقص وعي عندهم. نقص وعي بشكل مبالغ فيه بصراحة. الأهل عشان توصل بابنها للمصحة أو للمركز أو للدكتور النفسي، هم بيستنوا لما الحالة توصل للهوس ويبتدي تبقى في مشكله كبيره، ويبتدي زي ما الدكتور علي قال دلوقتي، يبتدي يبقى في ضلالات عاليه جدا، من انا متراقب، انا مش عارف اكل في البيت، انا هيسموني. طب هي احنا ليه بنستنى؟ انا كلامي للاهل هنا هو، احنا ليه بنستنى لما نوصل للحاله دي واحنا قادرين نشوف شويه علامات في الاول نلحق بيها الحاله قبل ما توصل للشكل ده؟ ينفع دلوقتي يا استاذ احمد ان نعرف الاهل ايه اشهر انواع المخدرات اللي المدمن ممكن يتعاطاها تؤدي بيه لاضطرابات نفسيه؟ عشان ممكن اهلي يكونوا عارفين ان ابنهم بياخد نوع مخدر معين، بس مش وصل لهم الوعي الكافي ان نوع المخدر ده في يوم من الايام هيوديه
اضطرابات نفسيه، فنقدر نعرف ايه اشهر انواع عشان برضو الاهل يكون عندهم خبره. تمام، نبتدي توعوا لده. تمام، المخدرات استاذنك اتفضل معانا مداخله ثانيه، هناخد الاجابه بعدها. استاذ ابراهيم معانا؟ استاذ ابراهيم مع حضرتك يا فندم. الو استاذ ابراهيم معاك يا باشا، اتفضل اسال سؤالك. كنت بس حابب اسلم على الدكتور علي بس. اتفضل يا باشا الدكتور معاك. انا بحاول اوصل سلامي للدكتور علي. بيك. اتفضل. اه دكتورة. اهلا بيك، ازيك؟ انا ابراهيم خد. اهلا بيك. نور الدنيا يا دكتور والله. اهلا بيك يا ابراهيم. حبيبي يا دكتور. في عندك بس اقول لك ان انا بشوفك بس. متشكر. في عندك سؤال يا استاذ ابراهيم؟ طب ما عنديش اي سؤال، انا حبيت بس ارحب بالدكتور بس. متشكرين يا استاذ ابراهيم، متشكرين يا باشا. فينا استاذ احمد اتفضل. ايه اشهر انواع المخدرات؟ عيد عليك السؤال تاني، ايه اشهر انواع المخدرات المؤديه لاضطرابات نفسيه؟ عايزين نوضحها عشان الاهالي تاخد بالها. تمام، هو احنا هنا في المنطقه دي هي غالبا كل المخدرات تؤدي لاضطرابات نفسيه ولكن بنسب مختلفه. اشهر بقى المخدرات اللي توديني لاضطرابات نفسيه المخدرات المستحدثه، او زي ما بقينا نسميها دلوقتي الفتره دي بقينا نطلق عليها اسم كده عشان يسهل المأمورية شويه، سميناها المخدرات الفصاميه. دي مخدرات زي الشابو او الميس امفيتامينات اللي هي الشابو بقى او الكريستال ماس، الاسامي الكتير بتاعته هو مخدر واحد موجود هو الميس امفيتامينات، هو منشط قوي جدا بيأثر تأثير مباشر على الجهاز العصبي المركزي وبيأثر على المخ وبيأثر على الإدراك وبيأثر على الوعي وبيدخلني في اضطرابات نفسية سريعة جدا، منها الاكتئاب ومنها القلق ومنها الفصام ومنها الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، بيدخلني فيه بسرعة جدا، هو شديد الإدمانية. وغالبا احنا في دراسات قريبة جدا عرفنا ان هو يوصلك للإدمان من الجرعة الأولى، وبتوصل لنا الحالات في العيادات وفي المراكز، بتوصل لنا الحالات يا ابني انت بتاخد المخدر ده بقالك قد ايه؟ تلاقيه بيقول لك بقالي شهر، بقالي شهرين، بقالي ثلاث شهور، مش فترات طويله، ودخلني في اضطراب سريع جدا. عندي الجرعات انا بسميها الجرعات المركبه او الجرعات بكميات كبيره ولفترات قصيره، زي الكوكايين يدخلني في اكتئاب يؤدي للانتحار. عندي الهيروين، عندي المذيبات الطياره، المذيبات الطياره دي كارثه، كارثه كبيره جدا. المذيبات الطياره زي الكله اللي بيشموها والسبيرت والبنزين والحاجات اللي بيشموها دي بتعمل تلف. هي 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 مكتوبه كده يعني تلف في المخ وتدخلني في اضطراب قلق عام. عندي البنزودياسبين والمهدئات بتدخلني برضو في اضطراب قلق عام، والمشكلة مع المهدئات والمنومات ان المريض بيجيله صراعات داخلية فبيحاول انه يزود الجرعات من نفسه، ما بيلتزمش بالجرعات اللي بتتكتب له، فبلاقي نفسي دخلت في حالة جديدة من حالات الاضطرابات النفسية. عندي هو بقى مش هصنفه مخدر لكن هصنفه هو منوم، انا مش عايز اقول اسمه على الهوا عشان ما حدش يستخدمه يعني، موجود في الصيدليات وبكثره جدا وبدون وصفه طبيه، بيستخدموه كمنوم. هو بيدخلني في نوبات اكتئاب شديده وحاده جدا، ويدخلني في نوبات هوس شديده وحاده جدا تؤدي للانتحار. الحاله دي تحديدا ممكن تعمل جريمه، ممكن تتحرك، ممكن تخش في موضوع كبير قوي وهو في حاله النوم اصلا، يعني يصحى من النوم ومش فاكر هو عمل ايه. دي اشهر المخدرات اللي ممكن تعمل لي مشاكل الفتره دي. وطبعا على راسهم مخدر الناس بتعتبره مش ادمان، يعني الناس لحد النهارده بتقول لك لا ده ما فيش منه مشكله، ده مش ادمان، مخدر الحشيش. وتقريبا اتقابلت مع حضرتك في بحث قبل كده كنت حضرتك بتعمله، واتعاملت انت مع الحالات كانت بالشكل دوت وكان ليك تجربه معاهم، فحضرتك ممكن تاكد على كلامي. طيب بص انا هاكد على كلام حضرتك وهشرح لك التجارب الحقيقيه، بس يعني بعد المداخله الهاتفيه اللي معانا. معانا استاذه نجلاء اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك ممكن اسال الدكتور علي على حاجه؟ اتفضلي يا فندم. هو الايس اليومين دول اللي هو شائع قوي اليومين دول بيعمل اضطرابات نفسيه زي ما حضرتك بتتكلم؟
طبعا. تمام، اتفضل يا استاذ علي. طب مده العلاج بتاعته قد ايه معلش؟ بتختلف على حسب الاضطرابات النفسيه اللي موجوده عند المريض نفسه. في عند حضرتك اي اسئله ثانيه؟ يعني ممكن يقعد مثلا فوق الاربع شهور؟ والله يا حضرتك بصي، الموضوع بيختلف من شخص لاخر، بس خلينا نتكلم كنحط مده مينيموم وماكسيموم عموما، فالمده بتتراوح ما بين 100 يوم لحد 6 شهور عموما في علاج المريض اللي بيكون عنده اضطرابات نفسيه، يكاد تكون اكتر من كده وممكن تكون اقل على حسب استقرار المريض على الادويه اللي بياخدها. تمام، نشكر الاستاذه نجلاء على المداخله الهاتفيه ديت ونكمل كلامنا. حضرتك كنت بتقولي من خلال البحث اللي احنا عملناه والتجارب الحقيقيه عايزين نشوف ايه اللي على ارض الواقع. احنا كلامنا دلوقتي يعني كلام علمي وكلام مراجع وكلام كتب، طب الناس عايزه تفهم الواقع، عايزه تفهم الحقيقي اللي بيشوفوه. احنا النهارده في منطقه حساسه وفي كلام حساس، بس هو لازم يتقال ولازم نتكلم فيه عشان يبقى وصلنا الوعي الكافي لكم الاهالي وكم الناس اللي بيشوفوا حاجات مريبة أو حاجات بيتفاجئوا بيها أنها غريبة. يعني مثلا بيتعرض علينا الفترة دي معظم المدمنين هم مدمنين آيس، هو أكبر مخدر شائع أو زي ما بنقول هو مخدر الموسم، ظهر بقوة. البلد كلها أو معظم المدمنين هم مدمنين آيس، خلاص سابوا المواد التانية والمواد المخدرة القديمة المتعارف عليها وابتدوا يتجهوا للآيس. للأسف الآيس أو الشابو هو مركب كيميائي. طب إيه التركيبة بتاعته؟ محدش يعرف. طب هو داخل فيه ايه؟ محدش يعرف. يعني حتى لو بيجي بيور ويبتدي يتخلق ويبتدي يتصنع فبيدخل فيه مركبات كبيره. طب الايس ده هو في الاخر بيتحول لدخان طالع على المخ زي الحشيش، دخان طالع على المخ، فهو تاثيره النهارده على المخ هو هيتلف انهي خليه في المخ؟ محدش عارف. هيصاب بانهي مرض نفسي او اضطراب نفسي؟ محدش عارف. غير المواد المخدره القديمه اللي كانت بتنزل على الجسم من تحت، فلو هتتلف هتتلف عضله قلب، كلى، رئه، خراج، ده الكلام ده كله كان سهل وبنتعامل معاه طبيا. طب النهارده الدخان، المستنشقات زي الحشيش او الايس او الشابو لما بيطلع على المخ انا مش عارف النهارده هيتلف انهي خليه. فلقينا من خلال الابحاث بتاعتنا على مرضى كتير جدا لقينا ان هم متشابهين في اعراض نفسيه واحده. لقينا النهارده حد بيجي يقول لنا في اول رحله لعلاجه انا شاكك في مراتي، انا شاكك في اختي، انا شاكك في امي ان هما بيخونوني، ضلالات الشك والخيانه، انا شاكك ان المخابرات بتدور عليا، انا شاكك ان في ناس بتراقبني، شكوك غريبه. وللاسف هنا هو الشخص ما بيكونش كذاب، يعني هو الشخص اللي بيتكلم ده هو مش كذاب، ده هو مقتنع جدا باللي بيقوله. يعني صح. المخدر عامل له او موصل له كميه ضلالات وهلاوس سمعيه وبصريه مهيئه له ان اللي بيقوله ده حقيقي 100%. فمهما تكذبه يا عم انا ما بكذبش، ده انا شفت بعينيا، فهو شايف هلاوس وتأكدنا منها هلاوس وضلالات لان لقينا نفس الكلام متشابه مع كل الحالات. ولما جبنا اهالي الناس دي وابتدينا نتكلم معاهم عشان نكمل البحث بتاعنا لقينا ان الناس ديت ما عندهمش اي كلام من ده خالص، ناس كويسين جدا وناس محترمين جدا. وبسبب الضلالات والهلاوس دي هو بالفعل حصل عندنا جرائم قتل كتير في مصر من الفتره القديمه لحادثه الفيوم لحادثه الصعيد، كلها بسبب الضلالات والهلاوس اللي بنشوفها من خلال المخدر. طيب بنبتدي نتعامل معهم ازاي؟ انا بشوف اول ما المريض عدى عليه 10 15 يوم بعيد عن المخدر بتاع الشابو الايس، بعد ال 15 يوم بينفع تقعد النهارده تتكلم معاه وينفع النهارده يقول لك انا ما كنتش بقول الكلام ده، انا ما صدرش مني الكلام ده. فاكتشفنا في الاخر ان هي بتكون هلاوس وضلالات اثناء تعاطي المخدر. مجرد ما الشخص بيفصل عن المخدر ويبتدي في فتره انسحاب ونعدي الفتره الانسحابيه الاولى، في منهم كتير بيبتدي يرجع لعقلهم، يعني عقلهم ما بيكونش راح خالص. في منهم بيبتدي يرجع وفي منهم مزبوط. امل وفي منهم بيتعالج. وفي ناس للاسف بتوصل لمرحله فصاميه شديده او مرحله ذهنيه شديده بتاخد فتره كبيره من العلاج. فابتدينا نلاقي ان احنا بنكتشف الاضطراب النفسي حاد ومكمل معايا او مش حاد بعد 10 15 يوم من توقفه عن المخدر. وللاسف الهلاوس والضلالات دي هي مسببه عندنا مشاكل جامده في مع الاهالي ومع الناس طبعا، وبتسبب مشاكل اسريه لان زي ما قلت لك الشخص مهما تقعد تتكلم معاه هو مصدق دماغه، هو مش بيكذب، هو شايف ده فعلا وشايف انه بيحصل. ودخلنا برضو في حته مخدر الحشيش، يعني وكلامي ليك انت يا دكتور، مخدر الحشيش معظم الناس في مصر عندهم وعي
غير حقيقي بالمره وغير منطقي. لما تيجي تتكلم مع حد تقول له الحشيش بيسبب اضطرابات نفسيه او الحشيش بيؤدي لذهان او الحشيش بيجيب شيزوفرينيا او فصام، فيقول لك يا عم انت مصر كلها بتشرب حشيش، ده انا اعرف جاري بقى له 20 سنه بيشرب حشيش وزي الفل ما حصلوش حاجه، ده انا فلان كل ما بيروح فرح بيشرب حشيش وزي الفل. بس انا عايز اقول للناس وعايز اقول لكل المشاهدين البني ادمين اجسامها مش زي بعض، وكل شخص بيختلف عن التاني، وقدرة تحمل مخ بني ادم غير قدرة تحمل مخ تاني. فممكن واحد يشرب مرتين ثلاثة حشيش يجي له مرض ذهاني وفصام. ولما جينا من خلال الابحاث اللي عملناها، وبرضو يعني عايزك تأكد على الكلام من صحته او خطأه، لقينا ان 80% من معظم متعاطين الحشيش هم بيصابوا بفصام. تمام. فهل الكلام اللي انا بتكلمه عن الحشيش ده صحيح ولا في تعليق تاني؟ بص استاذ احمد، مبدئيا يعني مخدر الحشيش انا بنفسي بسميه البص يعني الجندي المجهول اللي مش واضح اصلا على الشاشه، والناس كلها شايفه ان مخدر الحشيش ده عادي، يعني اجي اخر الاسبوع اشرب سيجاره، اخر الشهر في فرح، في اي مناسبه عموما مشكلة. يعني فشايفين ان هو مش بيسبب لهم مشاكل. بس لو بصينا من اكتر من ناحيه على المستوى النفسي والجسدي، على المستوى المادي، على المستوى الاسري، على المستوى الاجتماعي، لا طبيعي جدا تلاقي فيه خسائر على اكتر من مستوى. خلينا نتفق ان مخدر الحشيش هو مخدر او هو المخدر الاساسي اللي بيبدا يعمل اضطرابات مزاجيه، ده مبدئيا. بيلعب على نوعين من المستقبلات، الجلوتاميت والدوبامين، بيبدا يخلي الشخص ده طبيعي بيديله في الاول نشوه وسعاده، عشان الحشيش اصلا بيعمل حاجه اسمها ايفوريا. ايفوريا دي يعني بيخليه مبسوط شويه، وده طبعا احساس زائف مبدئي وهمي من السعاده. مع الوقت بيبدا يحصل توليرانس للشخص ده وللمخ عموما تجاه المخدر، فبيبدا يزود الجرعات وما بيبقاش ملاحظ اصلا هو بيعمل ايه. لقوا ان معظم الناس في خلال الابحاث اصلا اللي بيتعاطوا ماده الحشيش اصلا عموما بيحصل لهم ضعف جنسي في اواخر العمر، بيحصل لهم الزهايمر، بيصابوا باعراض نفسيه كتير جدا منها اضطرابات مزاجيه. ممكن شخص بسبب الحشيش يبقى مريض اضطراب ثنائي القطب ما بين الهوس وما بين الاكتئاب. في الفتره اللي فاتت دي نتيجه للتغيرات المناخيه اللي بتحصل ونتيجه اصلا للتعاطي بتاع الحشيش، بدانا نشوف حالات كتير بتظهر قدامنا باعراض نفسيه عنيفه اعنف من قبل كده. وده طبعا الناس كلها في إلا في الوعي، نتيجة إن هم شايفين إنه مخدر عادي جدا، إيه المشكلة لما أشرب سيجارات حشيش يعني؟ بالعكس الحشيش نقدر نقول إنه لعنة مصاحبة للجنس البشري من زمان جدا. لازم يبقى عندنا كمية من الوعي الكافي تجاه أي نوع من أنواع العقاقير أو أي نوع من أنواع المخدرات أصلا. برضو أحب أقول للناس يا ريت نبدا نلاحظ ونتابع اولادنا دايما ونتابع نفسنا دايما. الدكتور النفسي او الطبيب النفسي انك تروح له دي مش وصمه عار نهائي. انك تكون بتتعاطى وعايز ترجع عن التعاطي او حابب تساعد حد بيتعاطى، دي مش وصمه عار خالص. الشيخ مش هيخليه يبطل مخدرات، الدجال مش هيخليه يبطل مخدرات عموما. الاصل انه يبدا يلجا لمتخصص، المتخصص ده هو شيء اساسي في المساعده للطريق للعلاج. اتكلمنا برضو عن الفصام والحشيش ومسبباته اللي بيؤدي للفصام. اولا الفصام هو عباره عن مرض عقلي بيحصل فيه اضطرابات في المواد الكيميائيه الموجوده في المخ. خلينا متفقين ان الفصام هو مرض مزمن. طبيعي مريض الفصام ممكن يكون مريض جينيا، يعني متوارث في العيله عندهم مرض نفسي فيبدا مريض الفصام يتنقله وراثيا، او المريض ده عن طريق تعاطي العقاقير. اشهر عقار موجود الحشيش، بقى يليه على الساحه دلوقتي الكريستال ميس او الايس، الشابو عموما او المتعارف عليه. يعني مريض الفصام هو مريض بيصاب بنوعين من انواع الاعراض، اولا اعراض ايجابيه واعراض سلبيه. الاعراض السلبيه المريض بيبقى يعني منفصل عن العالم كله خالص، مفيش مشاعر، بلانتد فيس خالص، مفيش مشاعر تجاه الاخرين اصلا. مريض بيكون غير مهتم بنظافته الشخصية خالص. مريض الفصام دي الأعراض السلبية. الأعراض الإيجابية بقى بيكون عنده أوهام، ضلالات وهلاوس سمعية، هلاوس بصرية، ده أنا بشوف، أنا بسمع، أنا في حد بيكلمني، أنا المهدي المنتظر، أنا الإله بيكلمني. في ناس قالت لي كده، أنا الإله بيكلمني، وجاي لي رسالة
اكني نازل على الوحي زي الرسل والانبياء طبيعي بيبقى مصدق نفسه جدا. يعني انا بقابل واحد يقول لي انا الاله بيكلمني وهو اللي بيديني اوامر اعمل كذا، وممكن تلاقيه مؤذي اللي هو بيحاول يأذي حد او ينفذ خطه معينه او ينفذ حاجه معينه، هو عنده ضلالات وهميه، هو سامع في دماغه ان في وحي بيكلمه وان في اله بيكلمه، عشان كده بتقابل اللي بيقول لك انا المهدي المنتظر وانا سيدنا محمد استغفر الله العظيم، وده بيحصل نتيجه الفصام. شفنا ده كتير على الساحه في العلاج. لازم حضرتك ناخد مداخله هاتفيه ونرجع نكمل كلامنا. معانا استاذ مصطفى، اتفضل يا استاذ مصطفى. الو، طيب واضح ان المداخله اتقطعت، ممكن تحاول تتصل بينا تاني ونكمل كلامنا. وحابب اقول لحضرتك يا دكتور ان احنا بنقابل فعلا حالات فصام الاهل ما عندهمش وعي، بمعنى من خلال شغلنا ودراستنا بنيجي نحاول نوصل للاهل ان مريض الفصام هو مرض مزمن مش هيحصل فيه شفاء في شهر او شهرين وبطلنا علاج وخلاص رجع زي الفل تمام، لا ده مريض مزمن، هو شخص اصلا عايش بشخصيتين، هو مريض الفصام ممكن تلاقيه بشخصيه النهارده معاك كويس جدا وفجاه قلب بالشخصيه السلبيه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها اللي فيها الاوهام والضلالات والكلام ده كله. فايه اللي بيحصل من خلال التدخل الميديكال والدوائي والعلاجي؟ هو بيحصل عمليه دمج للشخصيتين، فبيرجع في الاخر مريض الفصام شخص نورمال ينفع تتعامل معاه، شخص طبيعي بس بالتدخل الدوائي. فالخطا اللي معظم الناس بتقع فيه انه بعد ما بيكمل فترته العلاجيه وبيشوفوا مريض الفصام رجع طبيعي جدا بيهمله في العلاج الدوائي ويبتدي يوقفوا العلاج الدوائي، ومن هنا بتحصل الانتكاسه النفسيه، يرجع المريض تاني بنفس الضلالات ونفس الهلاوس. فالنصيحه اللي انا بقدمها لمعظم الناس اللي عندهم مريض فصام انه ما يقطعش عنه دواء غير بقرار من الطبيب، يفضل مواظب مع الطبيب طول حياته لحد ما الطبيب نفسه هو اللي يفضل يعمل له تدريج للدواء وهو اللي يؤمر ان الدواء يقف. ما ينفعش انا النهارده مع مريض الفصام امشي على دواء شويه وقف. صح، ولا في عند حضرتك راي تاني؟ خلينا متفقين ان الاهل لهم دور كبير. طب استاذك احنا رجع لنا مصطفى لان كمان معاك استاذ مصطفى. الو، وعليكم عليكم السلام. مساء الخير يا فندم. الحمد لله تمام، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ ممكن حضرتك بس توطي صوت التلفزيون وتوضح سؤالك؟ حضرتك يا فندم احنا عندنا حاله تعبانه وديناها قبل كده مركز علاج وبعدين خرجوا بعدها بشهرين ما تعرفش بقى المراكز دي نظاميه مظبوطه او مش مظبوطه، خرجوا وبعد كده رجعوا تاني والحاله دلوقتي خطيره، سواء عندي او عند حد تاني من بعض الجيران الظروف مش سامحه ان يستحملوا النفقات دي حتى لو اقل النفقات في الحياه بالضروره يا فندم. يعني ممكن حد شاف حد من الولاد خارج ماشي في الشارع قال الحق هيموت او البنت دي تموت، فاعمل ايه يا فندم عشان اذا كان في نقدر نسامحهم نساعدهم من خلال برنامج الاخلاق العاليه اللي حضرتك فيها دلوقتي؟ طيب بص يا استاذ مصطفى، احنا لو في عند حضرتك حاله ادمان وعايز تعالجها والظروف مش سامحه، حضرتك رقمنا على البرنامج ممكن تتواصل معانا بعد البرنامج واحنا بفضل ربنا يعني هنساعدها انها تتعالج مجانا، هنحاول ندخلها مكان كويس ومكان معتمد وهنساعدها مجانا. ونشكرك يا استاذ مصطفى، واحنا ان شاء الله في الفتره الجايه هنحاول في خلال برامجنا او خلال حلقاتنا على قد ما نقدر ان احنا نساعد حالات مجانا اللي هي فعلا الحاله الاجتماعيه بتاعتها لا تسمح. ونرجع تاني للدكتور علي. استكمالا لكلامنا عن مريض الفصام عموما، الاهل لهم دور كبير في تعافي الحاله او ان احنا نوصل لمرحله استقرار كويسه جدا على الادويه. الاهل دايما بيسحبوا المريض في وقت معين بندل. في العلاج الطبيعي ان انا ما اسحبش المريض في الوقت ده، ممكن يكون الاهل بيبصوا للمنظمات العلاجيه او المستشفيات او المراكز ان هي منظمات ربحيه، ولكن العكس تماما، المريض محتاج فعلا ادويه يمشي عليها مده معينه. مريض الفصام عشان نوصل معاه لاستقرار بنحتاج وقت طويل طبعا، ممكن نحتاج تدخل دوائي لمضادات ذهان مثلا طويله المدى او مضادات ذهان قصيره المدى،
بلس ممكن مجموعه من المرضى الفصاميين بيكون ريزيستنت قوي ويكون مقاوم جدا للادويه، فبنلجا اخيرا للجلسات الكهرباء بتبدا تنظم او جلسات تنظيم ايقاع المخ. بنبدا المريض ده بنبدا نحاول معاه بكافه الطرق بحيث انه يبقى شخص، ونبدا ندمجه في المجتمع، يبدا يتفاعل مع الناس طبيعي جدا. بس اللي انا محتاجه دايما من الاهل ان هم يواظبوا على الادويه او الخطه الدوائيه اللي الدكتور كاتبها لهم. محتاجهم يفهموا ان المريض هيفضل طول عمره عنده مرض اسمه الفصام، زيه زي مرض السكر، زي مرض الضغط، مرض مزمن بيحتاج ادويه لمده طويله جدا يكاد تكون طول الحياه. عايزهم برضو يفهموا شيء معين كمان، ان مريض الفصام على قد ما هو شخص مريض، سواء بقى فصام عن طريق الجينات او فصام عن طريق تعاطي عقاقير معينه، الطبيعي انه يبدا ينقطع تماما عن تعاطي اي نوع من انواع العقاقير مع الادويه النفسيه، عشان ده هيسوء الحاله اكتر، مش هيشفيها طبعا. نبدا نحاول نساعده بقدر الامكان، مش نهاجمه، مش نقف ضده، لا بالعكس احنا نمدله ايدينا ونبدا نحاول نساعده عشان نرجعه شخص طبيعي. شايف برضو شيء مفقود في المجتمع عموما، ان انا ابدا المريض بعد ما يوصل لمرحله استقرار انا اعمل له حاجه اسمها تثقيف، ابدا اثقفه من ناحيه نوع مرضه. لو المريض ده واعي قدامي ومدرك وبقى وصل لمرحله استقرار معينه، ايه المشكله ان انا ابدا اثقفه واقول له ان احنا عندنا مرض يسمى فصام وادويته كذا وكذا وكذا وكذا، وابدا اتناقش معاه. فالطبيعي ان هو لما ابدا اثقفه يوصل لمرحله من التثقيف معينه، شفنا مرضى كتير بيبداوا ياخدوا ادويتهم طول الحياه ما بيحصلهمش اي انتكاسات الا لظروف خارجه عن ارادتهم. فانا محتاج ده يحصل، نبدا نثقف المرضى عن نوع المرض وطبيعه المرض والادويه اللي احنا بنستخدمها في المرض نوعها ايه، عشان هم يقدروا يساعدوا نفسهم وانا اقدر اساعدهم طبعا. تمام يا دكتور. معانا استاذ متفق عليك، معانا مداخله تليفونيه. استاذ علي اتفضل. استاذ علي. طيب شكل المداخله اتقطعت، ممكن تحاول تكلمنا مره ثانيه. هو تعقيبا بس استاذ احمد على مخدر الحشيش، هو مخدر الحشيش والكحول هما اكتر مخدرين بيجيبوا لي ضلاله مختلفه عن بقيه الضلالات اللي بتظهر لي في باقي المخدرات. هي ضلاله اسمها ضلالات الشك والخيانه. طبعا بيكون المريض فيها بيتهم الزوجه، الاخت، الام، الاب ان هم في خيانه. ضلالات شك دي بتعمل مشاكل كتير جدا جوه الاسره، ده وبيبتدي المريض يترفض جوه الاسره ويبتدي يحصل مشاكل كتير بسببه. فده مرض. المريض ساعات بيشوف حد من اهله بيتكلم في التليفون فبيتهيأله ان هو بيتكلم حد هو تاني. للاسف يا استاذ احمد هو بيبقى مصدق ده جدا وهو بيبقى شايفه، هو بيبقى شايفه، هو ما حصلش. احنا مش بنقول انه حصل وهو شايفه، لا هو ما حصلش اصلا، لكن هو بيبقى شايفه زي المريض اللي بيقعد يتكلم مع حد هو مش موجود، هو الحد ده احنا مش شايفينه لكن هو شايفه. واحنا شغالين مع المريض ده احنا ما نقدرش ننكر وجود الطرف الثاني اللي هو شايفه ده، انا ما اقدرش اقول له مش موجود، هيرفضني انا كمعالج. ما ينفعش اقول له لا ده مش موجود، ما ينفعش اهاجمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بس انا عايز اطمن الاهل، عشان هو فعلا زي ما حضرتك قلت هو مرض مزمن وهنعيش فترة طويلة جدا بدواء، وهنقابل نوبات كل فترة، هنقابل نوبات من نوبات الهوس، ولكن الحالة بتستقر. فاحنا بنطمن الأهل، ابنكم كويس، ابنكم بالدواء زيه زي مريض السكر اللي بياخد دواء مدى الحياة أو لفترات طويلة، زي مريض الضغط اللي بياخد دواء مدى الحياة وفترات طويلة. كمان عايز أقول للأهل لما الدكتور هيكتب لكم دواء هيظهر شويه سايد افكت، شويه علامات، شويه حاجات على المريض، زي انه هيترعش، زي انه هتلاقوا هزه في ايده، زي انه هتلاقوا انه الولد تقيل شويه. فبيجوا يا استاذ احمد يقوموا في اللحظه دي على طول يقول لك لا احنا نوقف الدواء وهنوقفه من نفسنا، فالمريض ينتكس مره ثانيه ونعيد الفكره مره ثانيه. فاحنا بس بنطمنهم انه مرض مزمن وهنعيش فتره طويله بيه لكن بيستقر طبعا. طيب هناخد بس المداخله التليفونيه دي. معانا استاذ احمد. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ احمد. انا عايز اسال بس سؤال، الشيشه والسجاير تتبطل ازاي؟ يعني بص حضرتك احنا هنا برنامجنا بنتكلم عن ادمان المخدرات
وبرضو الشيشه او السجاير هي كلها بنقول عليها ادمانات معينه، او انا مدمن على حاجه زي ديت، او بلاش كلمه ادمان على الشيشه والسجاير، ممكن نقول هي اعتماديه. انا عندي اعتماديه على الشيشه او على السيجاره، عندي اعتماديه على عاده سيئه، وعشان ابطل الاعتماديه ديت انا محتاج احط لنفسي شويه اهداف، اشغل وقتي، اخد قرار ان انا فعلا ما اشربش سجاره، ان انا ما اشتريش علبه سجاير، ان انا ما اقعدش مع حد مدخن. خلي بالك يعني اي عاده في الدنيا ممكن تتبطل في 40 يوم بالظبط. انت لو قعدت 40 يوم بعيد عن العاده ديت وخدت قرار بالظبط، هتقدر تعدي منها وتقدر تبطلها بدون برنامج او بدون حاجه، لان هي يعني هي عاده مصر كلها بتشرب سجاير وبتشرب شيشه. الموضوع بسيط، بس قرار من جواك، عشان دي اعتماديه على الحاجه دي. محتاج ان انا ابطل الاعتماديه على السجارة او الشيشه، وابتدي اوجه اعتماديتي في حاجه تانية، او باهداف تانية، او اشغل وقتي في حاجه تانية. واحاول دايما حته الارتباط الشرطي، يعني في ناس مثلا عندها ارتباط شرطي في فنجان القهوه مع السيجاره، يبقى انا النهارده هوقف فنجان القهوه عشان ما يرتبطش مع السيجاره. في حد تاني عنده ارتباط شرطي بالسيجاره مع عاده معينه، هو بيعمل حاجه معينه متعود انه يشرب سجاير، هبتدي ابدل العادات ديت عشان اقدر اوصل ان انا اوقف. استاذنك ارد عليه. اتفضل. هو اسمه ايه؟ استاذ احمد. استاذ احمد، حضرتك يا رب تكون سامعني كويس. الادمان السجاير والشيشه، هو انت بتدخل لجسمك نيكوتين. حضرتك في ادويه موجوده في الصيدليات. انا 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 مش في دواء مثلا اسمه شامبكس، انا مش بعمل له اعلان والله، اسمه شامبكس، دواء كويس جدا بيشتغل على المستقبلات بتاعه النيكوتين في مخك، فهيعوض الجسم بالنيكوتين. حضرتك بتستخدمه كورسين اسبوع في اسبوع ان شاء الله، او 15 يوم في 15 يوم تقريبا، هيقفل مستقبلات النيكوتين عند حضرتك. زائد ان حضرتك زي ما الاستاذ احمد قال عليك، انك لازم تكون بعيد عن دايره التدخين. يا ريت ما يبقاش في طفايات في البيت، تشيل الطفايات خالص، ما تحاول انك ما تقعدش مع مدخنين لفترات طويله، أي مصير. حاول تبعد عن اي حاجه بتفكرك بالسجاير. وحضرتك النيكوتين هو يعتبر احسن علاج في الدنيا للستريس، للقلق، التوتر، هو احسن علاج في الدنيا. فحضرتك حاول الفتره الاولى تعرف بس الناس ان انت بتحاول انك تبطل تدخين، فابعد عن الضغط والاسترس. وهنصحك نصيحه جميله قوي، افضح نفسك. يعني ايه افضح نفسك؟ يعني قول للي حواليك انك مبطل تدخين، فهتبقى محرج انك تشرب سجاير تاني قدامهم بعد ما قلت لهم انك مبطل، وربنا يعافيك. طيب. يا رب. طيب نرجع لموضوعنا. حضرتك يا دكتور، النهارده جالك مريض قعد معاك اول جلسه، وحضرتك شخصت المريض ده انه مريض مزدوج. طبعا. عنده اضطراب ادماني مصاحب لاضطراب نفسي او اعراض ذهنيه. فخلاص احنا شخصنا الحاله وتمام، وابتدينا الدواء او تدخل الدواء الميديكال تمام. فابتدى الحاله يحصل لها في اول فتره او اسبوع اتنين عمليه استقرار شويه، او انا النهارده قدرت اسيطر على الحاله، بقى عندي دمج للحاله والحاله مستقره مع الدواء وتمام. طب احنا النهارده لسه بنتكلم في رحله علاج طويله، هو اصلا شخص مدمن ومعاه مرض نفسي. فاستاذ احمد، تقدر تقول لنا ايه الخطه العلاجيه اللي احنا ممكن نحطها مع المريض بعد ما الدكتور خلاص شخص الحاله وقال لنا ان الحاله دي خلاص عندها اضطراب نفسي وهنمشيها على دواء، بس برضو احنا محتاجين خطه علاجيه من مشير علاج ادمان او معالج ادمان، خطه هنكمل مع المريض ده ازاي الرحله العلاجيه بتاعته، وازاي هنوصل بيه انه يكون شخص متعافي وفي نفس الوقت مسيطر على الاضطراب النفسي. ودي رحله انا بتهيألي شايفها انها رحله شاقه وصعبه، وبتاخد مننا مجهود جامد، لان احنا زمان كان بيجي لنا الحاله ادمان، انا عارف ان ده مدمن، فابتدي اتعامل معاه انه شخص مدمن اعتمادي على شيء، ابتدي اغير له الاعتماديه بتاعته، وابتدي اشتغل معاه رحله ازاي تثقيف في المرض الادماني. تمام. او كان بيجي لنا مريض نفسي لوحده مش مدمن، فكان الموضوع سهل شويه، انما حاليا احنا بنتعامل مع اضطرابين في وقت واحد، فده بيكون ليه معامله خاصه، معامله خاصه في توجيه الاوامر ليه، معامله خاصه ان ما حسسوش قوي بمرضه، ما حسسوش ان هو النهارده مختلف عن باقي المجموعه. يعني بنتكلم في مجموعات علاجيه، يعني هو في قاعد في وسط مجموعه كامله علاجيه، العلاج الجمعي بالجروبات والسيجار دراما والاجتماعات، احنا يعني بنشتغل مع علاج جمعي. فازاي اوصل له فكره ان انت شخص مش مختلف، انت شخص عادي انك جالك مرض نفسي او اضطراب نفسي. زي ما الدكتور كان بيقول، احنا لازم نوصل للمريض ان يبقى عنده وعي بمرضه، لان في مرضى بينكر انه مريض نفسي، لو جيت تواجهه بالمرض يقول لك انا مش نفسي انا طبيعي. فعشان ازاي اقدر اوصله لان هو يقبل فكره انه مريض نفسي، ويقبل فكره انه محتاج دواء عشان يكمل بقيه حياته مظبوط، ويقبل فكره برضه ان انا مدمن، فانا محتاج احط خطه علاجيه عشان اوصل في الاخر بنجاح حاله. وانا بتهيألي
مشوار شق وصعب عايز. بس النتيجه في الاخر لما بتنجح بيبقى فيها سعاده للمجموعه العلاجيه كلها ان هم قدروا ينجحوا مع حاله بالشكل ده. فايه رايك يا استاذ احمد في الخطه العلاجيه اللي ممكن توضع لشخص مزدوج؟ بص يا فندم، انا لما هيجي لي شخص مزدوج انا كده بتعامل مع اضطرابين منفصلين، المرض النفسي زائد مرض الادمان، فالاثنين بيتحط لهم خطتين غير بعض خالص. مبدئيا احنا بنشتغل معاه نفس الاول، فاول ما بنستقبل الحاله بيبتدي يقعد مع الدكتور عشان يعمل لي حاجه اسمها تقييم حاله، الحاله دي فين بالظبط في الاضطراب. انا عندي اي اضطراب او اي مرض ثلاث مستويات، ضعيف متوسط شديد، فكل واحده فيهم ليها معامله خاصه. بيبتدي يقعد مع الدكتور، بيبتدي يتعمل لي تقييم نفسي، بيبتدي يتعمل لي يكتب له الدوائي، الدواء بتاعه العلاج الدوائي الاول، وبندخله مركز الانسحاب عشان اسحب المخدر اللي هو المرض الموجود الاول، وابتدي انظم له ثلاث حاجات مهمين عندي جدا مع المريض النفسي لازم يتنظموا. يتنظم السلوك بتاعه، لازم اراقب السلوك بتاعه في فتره الانسحاب وفي فتره الدواء الفتره الاولى ليه، واراقب اكله كويس جدا، اشوف طريقه اكله وعدد وجباته وبياكل كويس ما بياكلش اصلا عشان تبتدي تتحط له الخطه بتاعته، وابتدي اشوف نومه طبعا. اشوف نومه شكله ايه، هو بينام كويس ما بينامش خالص، نوم متقطع، نوم لفترات طويله، نوم لفترات قصيره، لازم اراقب الثلاثه دول الاكل والنوم والسلوك. ويبتدي يتعمل التقييم النفسي، ويبتدي يقعد مع بعد كده مع الاخصائي النفسي، ده كل ده عشان انا اقدر اجهز الخطه اصلا. يبتدي يقعد مع الاخصائي النفسي، يبتدي الاخصائي النفسي يعمل لي مقاييس نفسيه ونبتدي نشوف المستويات، وبعد كده يتنقل زي ما حضرتك قلت للعلاج الجامعي. الفتره دي بتاخد لها تقريبا اسبوع، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نتعداش ال 15 يوم الاولى، تكون عرفنا المريض تقييمه النفسي شكله ايه بالكامل، ونبتدي نتواصل مع الاهل. عشان انا بيبقى عندي سؤال مهم جدا جدا للاهل، انتوا بتشتكوا منه ليه؟ عشان انا عندي لو هو مريض نفسي فهو بيجي يقول لي انا مشكلتي 1 2 3، انا مش عارف اشتغل، انا مش مبسوط، انا مزاجي مش كويس، انا عندي مشاكل في بيتي، انا مش قادر. ده مريض نفسي. المريض العقلي لا، انا كويس، انا زي الفل، انتوا اللي فيكم عندكم مشكله. فالمريض العقلي هنا لازم ينقلني للبيت على طول، اعرف شكوى الاهل من البيت، اعرف مشاكله ايه. اتفضل. بمناسبه كلمه المريض العقلي، انا كانت بتقابلني حالات زي ما قلت كده من شويه، هو مرضه شديد او مرضه قوي، بيجي يتكلم ان هو فعلا هو مصدق في نفسه ان هو مهدي المنتظر، فدي كلمه انا المهدي المنتظر، او هو الرسول، او هو النبي، هو فكرته او خياله موصلاه لحته بعيده، او شايف او حاسس ان في صوت الهي بيكلمه. فالشخصيات ديت الاضطراب عندها عالي جدا بعيد، غير مثلا لما بيجي شخص فصامي او ذهاني او عنده شويه ضلالات وهلاوس. طب النهارده نقدر نصنف الشخصيات اللي انا قلت عليها دي انها مرضى عقليين ولا مرضى نفسيين؟ يعني مريض عقلي لا يمكن شفائه، ولا يمكن بعد شويه علاج ودواء يرجع يبقى طبيعي؟ كل الامراض النفسيه اللي موجوده عامه ليها علاج لحد مرحله معينه من الاستقرار، سواء المرض كان شديد او كان ضعيف او كان متوسط. المريض اللي بيجي يقول لي انا المهدي المنتظر، انا مثلا، انا استغفر الله العظيم، يا رب انا ربنا، انا الرسول، طبيعي المريض ده بيكون عنده اعراض ذهنيه عنيفه جدا. الاعراض الذهنيه دي مع مضادات الذهان العاديه ما بيقبلش ده، المضادات الذهنيه العاديه ممكن ما تجيبش نتيجه مع المريض ده خالص. المريض ده بيكون ريزيستنت لدرجه عاليه جدا 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 للادويه، بنبدا ندخله جرعات عاليه من الانسايكوتكس او مضادات الذهان، بنبدا ندخله ادويه من الاجيال القديمه، الجيل الاول او الجيل الثاني من مضادات الذهان. في مرضى كتير شفتهم بداوا يتحسنوا، بداوا يرجعوا من المنطقه اللي هم كانوا فيها دي. خلينا نقول ان المرض النفسي والمرض العقلي، المرض العقلي ده مرض بيبقى يصيب او بيصيب منطقه معينه في المخ، نقدر نقول دامج، المنطقه دي خلاص حصل لها مشكله خالص، تلفت، فالطبيعي ان هو ما يرجعش منها خالص. فخلينا نقول ان الامراض اللي موجوده عموما، الامراض النفسيه اللي موجوده هي كيورابل، ولكن لمرحله استقرار على ادويه معينه بس. طب بمناسبة التشخيص المزدوج، يعني كنت حابب أشاور للناس أو الأهالي أو الجميع عامة، مش شرط المدمن، في فخ الناس بتقع فيه للأسف. بيجي واحد مثلا النهارده تعبان، عنده شوية أرق، أو ست كبيرة عندها أرق، أو راجل كبير عنده أرق مش عارف ينام، عنده توتر في الشغل، عنده مشاكل في الشغل أو ضغوطات،
فيجي حد صاحبه وصديق ليه فينصحه، طب خد لك حبايه منوم معينه، خد لك حبايه مهدئ عشان تعرف تنام، فهنا بيقع في فخ بيبتدي ياخد حبايه منوم، ففي الاول بتنيمه بيبقى كويس وبيبقى طبيعي، فالموضوع بيبتدي يعجبه ان دي تفصله عن العالم شويه وهو منوم عادي وبينام. بس للاسف اللي الناس مش واخده بالهم ان المنومات دي هي في الاصل مضادات اكتئاب، هي مش منومات صريحه، هي انواع معينه بتتباع دلوقتي في الصيدلات عادي ان ما فيهاش مشاكل، هي مضادات اكتئاب الدكاتره بتستخدمها مع مرضى معينين. فانا النهارده شخص مش مريض نفسي مش محتاج للدواء ده وباجي اروح واخده، فمع الوقت بيوصلني المرض نفسي، بيوصلني الاكتئاب وبيوصلني الضغط، واجي النهارده احاول اوقفه بقابل صعوبه، بلاقي نفسي حصل لي في الاخر اعتماديه على انواع المنومات اللي هي متوفره اصلا في الصيدلات، انا مش حابب اذكر اساميها عشان برضو ايه لو حد ما يعرفهاش ما ياخدش باله منها، بس للاسف بتوصلني في الاخر ان ببقى مدمن عليها، ولو ما خدتهاش انا مودي بيبقى وحش ومش عارف اكمل يومي. وبعد كده بشوف التطور ليها انه بدل ما كان بياخدها بالليل عشان ينام، لا ده اصبح بيصحى من النوم الصبح ممكن ياخد نفس المهدئات دي ونفس المنومات عشان يحس ان هو قادر يتعامل مع الناس وقادر يتكلم معاهم. فهنا احنا وصلنا لحاله ادمان بدون وعي، وما كانش بياخدها كمخدر، هو كان بياخدها كراحه نفسيه، وهنا مشكله كبيره وللاسف واقع فيها نسبه كبيره جدا ومش واخدين بالهم ان هم اصبحوا مدمنين عليها. لان انا النهارده باخد دواء مضاد اكتئاب، ما طبيعي ان هو يعمل لي اكتئاب لو انا ما عنديش المرض النفسي ده، هيعمل معايا سايد افكت، هيعمل معايا العكس، هشوف الاثار الجانبيه بتاعته والاقيها موجوده عندي. فدي محتاجه نقطه نشاور عليها، هذا اتكلمت فيها استاذ احمد في الاول برضو، فلو عندك اي اضافه للكلام ده تقدر تضيفها. بص يا استاذ احمد، من اسباب ظهور التشخيص المزدوج ان المريض، او انا عندي بس نقطه اشاور لك عليها سريعا عشان نعرف نكمل كلامنا. مريض الادمان اما تعاطى المخدر قبل ظهور المرض النفسي وظهر المرض النفسي بعد تعاطي الادمان، او العكس طبعا كان في اصلا مشكله نفسيه وتحولت لادمان. هي دي بقى النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها، هو كان في مشكله نفسيه وتحولت لادمان، ده التشخيص المزدوج اللي حضرتك ذكرته حالا. هو عنده مشكله في النوم وقلق، عنده صراعات داخليه، عنده، كلنا بنتعرض لصدمات، كل البني ادمين بلا استثناء بتتعرض لصدمات، وابسط صدمه ممكن نتعرض لها هو فات حد عزيز علينا، وغالبا كل الناس متلها عزيز. هنا في حاجه اسمها الهشاشه النفسيه او عدم المتانه النفسيه، احنا مختلفين في المتانه النفسيه، ففي حد يبقى ضعيف جدا قصاد الصدمه اللي تعرض لها، فيبتدي يتعامل مع الصراع اللي عنده او المشكله اللي عنده زي ما حضرتك قلت بتعاطي مهدئ، مش عارف انام، انا عندي مشاكل في شغلي ومش قادر انام، انا عندي مشاكل في بيتي ومش قادر انام، عندي صراعات داخليه، عندي قلق، انا قلقان وخايف ان في حاجه تحصل مش كويسه، انا عندي مشروع ودخل وخايف اخسر فلوسي، فانا عندي هنا قلق، فابتدى ياخد مثلا مهدئ عشان ينام، ابتدى ياخد منوم عشان ينام، وصله لحلقه ادمان، هوصل بالظبط كده. نوصل هنا معاه انه بقى تشخيص مزدوج، كان عنده اكتئاب مش قادر يتعامل مع مشاعر الاكتئاب، فابتدى يتوجه للحشيش ويتوجه للكحول، فبعد كده ظهر عندي ان هو مريض اكتئاب ومتعاطي مواد مخدرة. طيب احنا هنا وصلنا لنقطه ان خلاص معانا تشخيص مزدوج، سواء بتعاطي مخدر او سواء الاضطراب النفسي كان اولي وصاحبه بعد كده ادمان. فكلمه بس اخيره كده نسمعها من الدكتور، هو النهارده في امل؟ اكيد في امل ان المريض المزدوج يرجع يكمل حياته طبيعي بدون مخدرات وبدون المرض النفسي، يعني يرجع شخص سوي في المجتمع وقادر يكمل حياته الطبيعي وقادر يبقى منتج طبيعي؟ في نماذج كتير على مستوى الساحه اصلا في مجال الصحه النفسيه، ناس بقالها فترات طويله طبعا بدون تعاطي، منتجه جدا في حياتها، واصلين لدرجات نجاح عاليه جدا، يعني نقدر نقول ان في امل طبعا، وكل الناس اللي تواظب على العلاج والخطه العلاجيه ممكن تصبح في الاخر شخص طبيعي، فرد منتج كمان. وانا كنت سعيد جدا بوقتي معاكم، بس للاسف يعني وقت الحلقه انتهى بسرعه، ويا رب بس نكون قدرنا نوصل للناس رساله. وكنت سعيد جدا معاك يا دكتور علي، وسعيد معاك استاذ احمد، شرف لي انا اسعد، وحابب اشكر جمهورنا العزيز، وتقدروا تتابعونا دايما في حلقات جايه كتير على برنامج ملفات سريه وعلى صفحتنا على الفيسبوك باسم ملفات سريه، وارقامنا موجوده على الشاشه لاي مساعده او اي استفسار او اي رساله. كان معكم في البرنامج احمد عبد الرحيم، باحث حر في مجال الصحه النفسيه، واحنا تحت امركم في اي استفسار. شكرا.